بنتعامل مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحكم تكليف القوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. طبعا فعل حسنا الفريق أحمد شفيق، ولا بد أنه استشعر نبض الشارع ومطلب الثوار في أن لا يكون رئيس الحكومة من بطن النظام السابق، فهو فعل حسن، واحنا نشكره على خطوته في استقالته من رئاسة الحكومة، لكن نتمنى أن يكون باقي الوزراء وزراء تكنوقراط بعيدين عن الأحزاب وعن السياسة، وتشكل حكومة إنقاذ وطني لإدارة البلاد خلال الفترة القادمة، وهي فترة أنا أعتقد أنها فترة سنة انتقالية يتم فيها ترتيب البيت من الداخل. هذه خطوة صغيرة على طريق نرجو أن يكون له خريطة ونرجو أن يكون له جدول زمني حتى يطمئن الشعب على ثورته. أولا بنطلب مراعاة مبدأ أن الجيش يحمي ولا يحكم، وبالتالي نطلب فورا مجلس رئاسي تكون للمدنيين فيه الأغلبية. ثانيا حكومة انتقالية محايدة بالكامل، ليس بها وجه واحد من الحزب الوطني ورموز النظام السابق الذي أسقط. ثالثا إجراءات فورية لبناء الثقة. الشعب المصري بشكل عام لن يرضى عن أي حكومة متباطئة ومتعاملة مع النظام القديم. الشعب المصري لن يرضى عن أي حكومة ساكتة عن الفاسدين وعن المفسدين، فأي حكومة هتيجي بأي شكل بأي مضمون إذا خلفت مطالب الشعب هتبقى مرفوضة تماما من الشعب مهما كانت. يا سيدي العزيز، الحكومة الحقيقية هي اللي يتوافق اتجاهها مع مطالب الشعب. طبعا كلنا مرتاحين جدا ان الحكومه دي اتشالت، ومرتاحين ان السيد احمد شفيق برضو، ومتشكرين ليه، واحنا ما كناش عايزينه من الاول، وان شاء الله الباشمهندس حسام شرف راجل محترم، وان شاء الله هينفذ لنا اللي احنا عايزينه، واحنا كلنا معاه في اي مساعده هيعوزها. كل الشباب اللي انت شايفه ده هيقف معاه وهيعمل احسن حاجه لمصر. شفيق ده كان معين حسن مبارك، فهو كان عميل لحسن، حاجه تبع حسن، فاحنا مش عايزين حاجه تبع حسن مبارك. ما صبرناش عليه برضه، ما صبرناش عليه، ما جايز اللي احنا شايفين وحش كان يبقى كويس ويخاف من اللي حصل يتعدل. نستنى شويه يا جماعه، ليه نعتصم ونعمل خيم ونعمل البلد مش محتاجه واقفه، مش محتاجه كل الاحتجاجات دي.